رئيس الوزراء يعلن تمديد إجراءات الدولة لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا، وترامب يؤكد قرب تخطي المرحلة الأصعب. حصيلة إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون إصابة. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم مشاهدينا. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوعين، ومن أهمها استمرار حظر حركة المواطنين. وأعلن مدبولي تغيير موعد بدء الحظر ليبدأ من 8 مساء بدلا من 7. كما ناشد مدبولي تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقررة خلال الفترة المقبلة. كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد على أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مجددا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 305 حالات بعد خروج 29 من المصابين من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان. وأوضح بيان وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 439 حالة. وأضاف البيان أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، ووفاة 9 حالات. وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1560 وحالات الوفاة إلى 103. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 1.5 مليون إصابة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت الإحصاءات أيضا ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا حول العالم إلى 89,000 حالة. وتأتي الولايات المتحدة أولا في عدد الإصابات بنحو 430,000 إصابة، بينما تحتل إيطاليا صدارة الدول التي سجلت حالات وفاة ب 17,669 حالة. كشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس أول اجتماع له حول فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة حول الجهود الدولية للتصدي لهذا الخطر. سجلت الولايات المتحدة 1973 حالة وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية للوفيات، ووصل إجمالي حالات الوفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا إلى 14,600، وسجلت ولاية نيويورك أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا ب 779 حالة وفاة، بينما ارتفعت الإصابات في الولاية إلى 143,000. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أوشكت على تخطي المرحلة الأكثر صعوبة في التصدي لفيروس كورونا. وأضاف ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي إن الولايات المتحدة ستمر بأيام عصيبة، لكنها في المسار الصحيح نحو حصار فيروس كورونا. كما انتقد ترامب منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن بياناتها كانت متضاربة ولم تشجع إغلاق السفر للصين إلا في نهاية شهر يناير.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين، وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 3 حالات وفاة بين العاملين في السفارات الأمريكية بفيروس كورونا، وطالب بومبيو الصين بأن تكون أكثر شفافية والإعلان عن معلوماتها حول فيروس كورونا، كما أوضح أن بلاده نجحت في إعادة أكثر من 50,000 أمريكي من 90 دولة حول العالم. أعلنت الصين تسجيل 2 حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن 61 من المصابين وصلوا من الخارج، وبهذا يصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 81,865. دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسييس أزمة كورونا بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال مؤتمر صحفي أكد مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم أن المنظمة سوف تتبنى استراتيجية جديدة للمرحلة القادمة من أجل السيطرة على التهديدات الناتجة عن فيروس كورونا. أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب كورونا إلى 7097 حالة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات في بريطانيا إلى 60,733. أعلنت إيطاليا ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 17,669 حالة، وبذلك بعد تسجيل 542 حالة وفاة جديدة، كما سجلت البلاد 3,836 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 139,442 إصابة. وأعلنت السلطات أن أعداد الإصابات الجديدة ارتفعت مقارنة بيوم أمس بنحو 800 إصابة. أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 757 وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 14,555 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 146,690 إصابة. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 812 حالة، كما سجلت تركيا 4,117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 38,226 إصابة. وتأتي هذه الإحصائيات فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من الزيادة الكبيرة في تفشي الفيروس في تركيا خلال الأسبوع الماضي. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا. وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي الملكي أن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس. ومن جانبه رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بالإعلان، مؤكدا أنه يدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.